اتقال انه انت اكتشفت عصام كاريكا وقدمته للجمهور، لا الكلام ده كاريكا ده صحيح؟ جامد قوي، ده جامد عسل كاريكا. يعني انا اول ما كنت انا بسجل في ام ساوند، وكاريكا لسه يعني كان لسه طالع يعني، فكاريكا اصلا فنان جامد جدا وفنان يعني مش انت اللي قدمته موهوب. للجمهور، لا لا مش الجمهور، قدمته قدمته للملحنين للملحنين. والمغنيين يعني. ايوه هو الفكره في ايه؟ الفكره ان انا ليه قدمت كاريكا؟ عشان هو انا عارف ان هو قوي يعني، كاريكا بيا من غيري كان هيتعرف. بس هو ايه، انا لما لقيت فرصه ان انا اقدمه مثلا، كان ساعتها كان الحكيم بيعمل اول البوم لي، وقلت له يا حكيم عايزك لحظه، انا معايا حد جامد قوي ملحن موهوب فوق ما تتخيل. قال لي يا راجل بجد؟ كاريكا كان عامل اغنيه اسمها بيني وبينك خطوه ونص لا بتسال، كان عاملها بشكل تاني. لما عرف ان حكيم شعبي، هو عارف ان حكيم شعبي، عمل اغنيه بنفس الموضوع اللي هو بيني وبينك خطوه ونص لا بتسلم ولا بتبص اسال عن ياللي هاجرنا. حكيم قال له بس، قام خد على طول على حميد، قال له ده، قال له يا حميد ده جريك ده موضوع جامد قوي. ساعتها بقى يعني عصام بقى عمل لمطربين كل مصر يعني، عمر عمرو دياب، وعمل لا رب علامه، وعمل حمد محي، وعمل ليه هو ما شاء الله وهو غنى. فهو الموهبه لما تكون حلوه وفيها فكر وفيها ذكاء بتخلي اي حد يتحمس له. ايوه هو بس قولي، بعض الملحنين والموزعين بيقدموا حاجات حلوه قوي وبعدين فجاه بيتحولوا لمطربين او مغنيين، يعني حميد الشاعري موزع مهم جدا ولكن حب بيغني الاول، غنى غنى من اول ما طلع من بيغني. الاول كان بيغني. كان بيغني.